الكريم محمد التحتوح، رئيس جمعية وعرك للبيئة والمياه المتخفية للجمع العام اللي تنعقد صباح يوم السبت 19 نوفمبر 2010. في البداية أشكر موقع نظر سيتي على تغطيته لهذا الجمع العام. كما كان مقرر، تم تقديم في هذا الجمع العام تقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهم كما تعلمون بأن هذا الجمع العام أو هذا التقرير الأدبي كان يتضمن من بين أكبر الأنشطة التي قامت بها جمعية وعرك هو بناء مدرسة في منطقة عين درا بتكلفة إجمالية 25 مليون. كذلك مجموعة من الأنشطة أخرى أهمها تدخل اللي قامت به الجمعية في الفيضانات التي عرفتها بدادونا في أواخر أكتوبر 2008 وما نتج عنها من أضرار. فكانت جمعية وعرك للبيئة والتنمية سباقة إلى تقديم المساعدات للمنكوبين، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي قامت بها الجمعية. وبعدها تم انتخاب المكتب المسير لجمعية وعرك للبيئة والتنمية لمدة 4 سنوات مقبلة إن شاء الله.